بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس مازا بوقع بس تختين الجيبة. We zijn nog steeds in de Rifgebergte. We gaan naar Bnei Hedifa. Daar gaan we langs de vader en moeder zonder kinderen. Die man van haar heeft Parkinson. En ook hun zullen we namens jullie een zakat geven. Zodat hij medicijnen kan kopen, inshallah. We nemen jullie mee, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik wil jullie hebben voor de Najiba. Ik ben bezet zoals die verrief. ودابا ان شاء الله غنمشي مع العائله الثانيه ان شاء الله. والعائله كتكون الزوجه والزوج ديالها. الزوج ديالها مسكين راه ما كيقدرش يتحرك، عنده الاعاقه، وحنا كل مره غنمشي مع عنده. دابا غنمشي مع عنده باش نديو هاد الزكاه ان شاء الله. انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في مجموع حالات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتي. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. السلام عليكم. حجاج بخير؟ أنا زفني. دخلوا؟ يلا بسم الله. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. خالتي بخير؟ مزيان مزيان. الله يشافيك. آمين والله يرحمك. الله يشافيك الحاج. الله يشافيك. آمين والله يرحمك. أنا مش عارف 3000 درهم ديال الزكاة. لا يقبل ولا لا يقبل. أتصدوا الحاج. أتصدوا إن شاء الله. إن شاء الله. صافي. الله يشافيك. الله يشافيك. يقبل عليكم. خير كدره، خير فاميلي. Wij zijn de enigste die hun helpen en bijstaan om te helpen. Hij heeft wel een bed hoor. Kijk, we hebben al een bed voor hem in het verleden gehaald. Een dekens natuurlijk. Maar hij zit hier bij de deur. Hij zit hier bij de deur zodat hij naar buiten kan kijken. Want anders zit hij ook de hele dag alleen maar in zijn bed. En dat is de enigste manier dat hij zo even naar buiten kan kijken. Skip. ايوا الله يشافيك الحاج. كما كتشوفوا الاخوان، حنا وصلنا عند الحاج والزوجه ديالو، وكما كتعرفوا الحاج مسكين راه كل مره كنجيو عنده، وحنا الوحيدين اللي كنوقفوا معاه الحمد لله. وهذا الشيء هذا كامل بفضل ديالكم. وحنا كل مره كنجيو عنده، هذه المره الحمد لله يعني جبنا له 3000 درهم ديال الزكاه. والحاج راه مسكين كيستعمل الدواء ودائما جالس هنايا، وكنا جبنا له الفراش والبطانيات، يعني في كل مناسبه كنجيو عنده كنجيبوا له الحوايج. والحمد لله يعني دابا جبنا له الزكاه باش يشري الدواء، ويحتاجون بزاف ديال الحوايج. اخي الحاج الله يشافيك. الله يشافيك. الله يشافيك. سلام الوالده. الله يشافيك. يا سلام. الله يشافيك. ان شاء الله. الله يشافيك. الله يشافيك. الله يعاون. امين امين. Dit is alles wat ze bezitten. Dit is alles wat ze bezitten, alhamdulillah. Ja.
امين الوالدة الله يعاونك. لا استاذ الله يشافيك. فقر لي وصف ذات لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق وكلهم عنده عبد له آتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم.